كنت واقف 5 سنين احكام سجن في سجن واحد على الاسكندريه على طريق مصر، وجاء فتح بيه السيسي الله يبارك له. واحده واحده قضيت من الاول كده، انا خدت 5 سنين قضيت منهم قد ايه؟ قضيت منهم 7. المهم واحد من 5 سنين احكام، وجم نادوا علينا اللي عنده اللي عليه فلوس لوسيط الامانه والغريمات فتح بيه السيسي بيخلصه. طلعنا فعلا اتنادى علينا بالاسامي، طلعنا اتنادى علينا انت منين وعليك لمين فلوس، وخد رقم تليفون الشاكي وخلصنا سيادته وربنا يبارك لنا فيه. قعدنا من 5 سنين سنة.